بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الحسم في الدوري الإنجليزي، منافسة شرسة بين ليفربول وليستر وتشيلسي على المقاعد الأوروبية. الريدز يحتاج للفوز أمام كريستال بالاس لحصد بطاقة دوري الأبطال، وصراع ناري بين محمد صلاح وهاري كين على الحذاء الذهبي. متابعين لأول مرة، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك. يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره كريستال بالاس في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد على ملعب الأنفيلد في مباراة هامة للريدز من أجل خطف بطاقة التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك ضمن الجولة 38 الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. وصعد فريق ليفربول للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز الثمين على مضيفه بيرلي بنتيجة 3-0، حيث ارتفع رصيد ليفربول إلى 66 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن ليستر سيتي الخامس قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة. ويلعب ليستر سيتي الخامس بنفس الرصيد مع توتنهام في نفس التوقيت، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة. وبات أمام ليفربول فرصة ذهبية لحسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، حيث إن الفوز على كريستال بالاس بأي نتيجة سيضمن صعوده دون النظر لنتائج تشيلسي وليستر سيتي، خاصة أنه يتفوق بفارق الأهداف مع فريق الثعالب ب4 أهداف. ومن الصعب للغاية أن يفوز ليستر سيتي في على توتنهام ب5 أهداف في الجولة الأخيرة حال انتصار ليفربول بهدف فقط أمام كريستال بالاس، كما أن تعادل ليفربول سلبيا أو إيجابيا مع كريستال بالاس تزامنا مع تعادل ليستر سيتي، كما أن تعادل ليفربول سلبيا أو إيجابيا مع كريستال بالاس تزامنا مع تعادل ليستر سيتي مع توتنهام أيضا بأي نتيجة يضمن تأهل الريدز مباشرة، إلى جانب أي خسارة لليفربول مع هزيمة ليستر سيتي يضمن كذلك تأهل رفقاء محمد صلاح مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا. أما كريستال بالاس ليس لديه أي حسابات بعد أن ضمن البقاء في المسابقة بالموسم الجديد وأصبح في منطقة آمنة، ولكن سيدخل اللقاء بكل قوة لمحاولة اقتناص ال3 نقاط، لا سيما بعد الهزيمة أمام الريدز في الدور الأول بنتيجة 7-0. صراع آخر بين محمد صلاح وهاري كين، ويواصل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي منافسة هاري كين نجم توتنهام على تصدر قائمة هداف الدوري الإنجليزي لحصول على اللقب هداف الدوري الإنجليزي. وتوقف رصيد كل من اللاعبين عند 22 هدف بعد نجاح ليفربول في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 على بيرلي، بينما هزم توتنهام أمام أستون فيلا ب2-2، ولم يسجل كليهما أهدافا في الجولة قبل الأخيرة. وستكون مهمة صلاح في الجولة الأخيرة أمام كريستال بالاس سهلة مقارنة بهاري كين الذي سيلتقي فريقه أمام ليستر سيتي الباحث على الفوز على أمل تعثر أحد فريقي ليفربول أو تشيلسي من أجل التأهل دوري الأبطال، مواجهات نارية في نفس التوقيت وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار المصريين على مباريات ليفربول وكريستال بالاس لمتابعة نجمنا محمد صلاح. هناك العديد من المواجهات النارية التي تقام في نفس التوقيت في ظل الصراع على المقاعد الأوروبية كونها الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي بعدما حصل مانشستر سيتي الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم، وكذلك وصيف مانشستر يونايتد على أول تذكرتين للدوري الأبطال. أصبح الصراع مشتعل للغاية بين فريق تشيلسي وليفربول وليستر سيتي للحصول على آخر بطاقتين للمسابقة القارية خلال المرحلة الأخيرة للمسابقة، ويحصل الفريقان صاحب المركزين الثالث والرابع بترتيب الدوري الإنجليزي على مقعدين بدوري الأبطال، فيما سينال الفريق صاحب المركز الخامس من بين الفرق الثلاثة المنافسة على مقعد بطولة الدوري الأوروبي. ويمكن لتشيلسي صاحب المركز الثالث حاليا برصيد 67 نقطة الذي يتفوق بنقطة واحدة على ليفربول وليستر صاحبي المركز الرابع والخامس على الترتيب أن يعزز موقفه في المركز الثالث بالفوز على مضيفه أستون فيلا في المرحلة الأخيرة. ويتواجد وست هام يونايتد في المركز الثالث حاليا برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط أمام توتنهام وليفربول وإيفرتون اللذين يحتلان المركز السابع والثامن على الترتيب حاليا، وسيحافظ وست هام على المركز الثالث حال تجنب الخسارة أمام ضيفه ساوثهامبتون، لكن في حال خسارته فإن توتنهام ربما يقتنص منه المركز السادس حال ذهابه
حال تغلبه على ليستر. وهناك أيضا مقعد للفرق الإنجليزية في النسخة الافتتاحية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يشارك صاحب المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بالمسابقة الجديدة، ويظل فريق أرسنال وليدز يونايتد متنافسين لانتزاع هذا المركز من الناحية النظرية.